ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده برج الجدي وتوقعات الاسبوع الاول لشهر يوليو لعام 2021. ما قال انت برج الجدي من حاجات كتير وبتسال نفسك اكمل ما اكملش، طب اوصل لايه؟ عندك كمان حاسس ان انت متاخر في بعض الامور، عندك ان انا متاخر في حاجه، لا كان لازم اعمل ده بدري، لا كان لازم اسعى اكتر، لا فما تلومش نفسك كتير، يعني هو نصيب ولازم يصيبك، تأخير أو تقديم ده كله توفيق من عند ربنا، ما تعرفش يعني اللي انت بتقول ان انا اتأخرت فيه أو ان انا لازم اعمل كذا وان ما أجلت ليه كان ممكن تخسر فيه قبل لو انت ما بدأتوش في الوقت، ربنا عارف لك الميعاد بتاعك الصح. المهم برج الجدي، لو هنتكلم على الاسبوع الاول، انا اشوف ان الاسبوع الاول انت عندك 3 ايام او يومين ونص مميزين جدا 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 جدا، وهي فترة القمر الموجود في برج الثور. عندك كمان حاجات كتير مهمة، عندك صداقة مميزة، عندك دعم حلو، عندك كمان نوع من انواع الحب او الحصول على معلومات تجاه شريك او تجاه شخص انت كنت بتسأل نفسك مليون سؤال، هو بيحبك بجد ولا لا، هل ده فيه كذا، عندك ده. طب تعالوا نتكلم الاول على مراحل وجود القمر وشكل الايام كده بشكل سريع، وبعدين نتكلم على كل حاجه بشكل عام اكتر او بشكل خاص اكتر. بالنسبه لي اول يوم، يوم واحد، يوم اتنين، جزء من يوم تلاته، القمر موجود في برج الحمل. الفتره دي لازم ما تامنش لاي حد، ابعد عن المشاكل، ابعد عن الخلافات، ابعد عن التوتر، ابعد عن الاسئله، يعني ما تسالش حد، ما بلاش تسال الحبيب تقول له انت بتحبني ولا لا، انت فلان ده بتتصل بيك ليه دي، مش عارفه ايه، لا ده هنتفهم غلط شويه، نتقل كده. الفتره دي محتاجه تقل كده، محتاجه ان احنا ندور بس على الحاجات اللي هي نكملها، نوصل لايه، عشان ننجح في ايه، وعشان نطور من نفسنا في ايه، بس الفتره دي كل اللي مطلوب منك ان انت تعمل ده، تحضر نفسك وبس. فحضر نفسك لفترة اللي هي يوم 3 4 5 اللي هي باقي يعني يوم 3، فلازم ان انت تحضر نفسك للفترة دي لان الفترة القوية قوي واللي لازم ان انت توصل فيها بشكل جيد، ولازم ان انت تاخد خطوات جريئة قوي قوي قوي، وفترة يعني بتدعمك بكل المقاييس. فاول فترة اللي هي فترة وجود القمر في برج الحمل دي فترة شوية صعبة، لازم تبعد عن الجدل والخلافات والمناقشات الحادة والمشاكل والاعتراض على بعض الامور او الانتقادية. اما فترة وتحضر نفسك لفترة القمر موجودة اللي في برج الثور، وتبدأ ان انت تنطلق قوي في الفترة دي وتدعم اكتر نفسك، لان فترة مميزة بكل المقاييس، لان برج الثور برج ترابي زيك، فبالتالي بيعوضك عن خسارة وبيبدأ يديلك نوع من انواع الانطلاقة الجيدة. بعدين بندخل في فترة القمر الموجود في برج الجوزاء يوم 6 ويوم 7 ويوم 8. الفترة دي مقلقة، الفترة دي محرجة، يعني تخلي بالك كتير من المواقف المستفزة والناس المستفزة والأسئلة اللي ممكن تكون تحرجك ما تعرفش ترد عليها. حاول ان انت تتجنب الناس المستفزين والناس اللي هم بيسألوا أسئلة ملهاش اي 30 لازمة، وكمان اللي بيتدخلوا فيما لا يعنيهم، فقال هم المقربين ليك يا برج الجدي يعني، فخلي بالكم كتير من الكلام ده. كمان خلي بالك كتير من ان انت تبدا بدايه جديده غير مدروسه، او ان انت مفيش حد بيشجعك فيها، داخل فيها كده فرد صدر لوحدك، لا دي فتره هتكون مقلقه، متوتره، هتكون قلقان، هتبدا ان انت تتبرجل، خاصه للناس اللي هم عندهم اعمال فنيه. ففتره مقلقه على شخص معين، فترة مقلقة على صحة حد، مقلقة على الأمور العائلية بتاعتك، عندك ده لازم تكون حريص جدا جدا. طيب ده بالنسبة لشكل السريع كده للأيام في توقعات اليومين، ونتكلم على شكل الأوضح يعني، بس بالنسبة لحركة الكواكب والجو ده احنا نتكلم عليها بشكل بسيط. الوضع المهني شكله هيكون عامل ازاي؟ عندك راحة نفسية من الأمور المهنية، بمعنى ان انت بتاخد فترة راحة، فترة استراحة، فترة هدوء، فترة ليها علاقة بيه ان انت بتجيب شغلك، بتبدأ تشوف 1 2 3 هعمل كذا كذا كذا، ابدأ ان انا احضر بعض الامور، ان انا اترجم حاجات معينة، يعني من الاخر مش الشغل اللي هو يلا على جامد، لا انت بتركز قوي، انت بتريح جسمك وبتريح فكرك بيه ان انت بتطلع نتيجة حلوة، بتركز عشان تطلع تفهم المضمون، عشان فهم اقصد ايه. فعندك ده جدا. كمان كتير هيكون عنده ان هو عايز يكمل مشروع،
يكمل فكرة ابتداها عايز ان هو يخلصها، كتير هيكون عايز يكمل دراسات عشان تقويه في الامور المهنية، فعندك ده جدا. يعني تكمل دراسة اللي هو يعني دراسات عليا او تكميل دراسة بمعنى اصح، او دراسة اخرى يعني يدرس دراسة اخرى. كتير كتير بيسألني في الموضوع ده، لو انت انا دارسة دراستين، يعني انا عندي حاجتين، يعني كلية اعلام طبعا الاساسية اللي هي بتطلع بعد الثانوي، لكن كملت دراسات في الانثروبولوجيا، فده حاجة وده حاجة، انا من النوع اللي بحب ده. المهم فده حاجة حلوة، انا شجع كتير برج الجدي ان هم يعني يعملوا ده ويكملوا دراسات ويبصوا كتير لمستقبلهم، لان هم اشخاص ذكية وقويين قوي 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 في ان هم يدرسوا اكتر من حاجة، لان ده بيخليهم ان هم يبقوا عندهم ثقافة اعلى وعندهم فكرة اعلى، وينموا نفسهم اكتر ويطوروا من نفسهم اكتر، برج الجدي كمان بالذات. المهم برج الجدي بقى امورك المادية، الامور المادية انت مطالب بمصاريف او مبلغ على بعضه، يمكن يكون عندك مشتريات، يمكن يكون داخل على زواج، لان برج الجدي عندك خطوبة وعندك زواج، فعندك ده ففي فلوس بتطلع كتير، اما وعندك مولود جديد، فده برضو بيخلي ان يكون في مصاريف. بالنسبة لبرج الجدي للامور العاطفية، خلينا نستعد ان احنا في عندنا تحديد لموعد خطوبة او تحديد لموعد زواج، او كمان بالنسبة لك ان انت في اكتمال لامور عاطفية، عندك بداية اتفاق عاطفي، في عندك ان انت بعض المشاكل الموجودة عاطفيا لا بنبدأ ان احنا نحلها، الشكوك والغيرة الزيادة تجاه الشريك لا موجودة، مش هقول لك بعدت بس هي قلت يعني شوية، حسيت ان الشريك لا او اتلهيت عن بعض الامور اللي مخلياك انك تغير اكتر، فعندك ده جدا. بالنسبه للناس المرتبطين او متجوزين، زي ما قلت لكم ان في عندنا حركه اكتر، يعني من خطوبه لزواج، من زواج ان يكون في مولود، في انتقال من مكان لمكان، في حاجه مشتركه بتقوي العلاقه دي وبتخليك ان انت مطمئن تجاه الشريك بتاعك. بالنسبه للناس المنفصلين، هل في رجوع لبرج الجدي ولا لا؟ برج الجدي انت في ابراج كتير عايزه ترجع لك، زي الابراج الناريه اللي منهم برج الاسد او برج العذراء الترابي، اللي نفس الابراج الترابيه بتاعتك، يعني الثور العذراء الجدي عايزين يرجعوا لك بشكل كبير، ولكن اولهم العذراء يليهم الثور. طيب بالنسبه برضو للامور الاجتماعيه بتاعتك او الامور الحياتيه، انت عندك جو حلو قوي اللي ليه علاقه بالانفتاح، عندك انفتاح على الحياة اكتر، عندك حب للحياة اكتر، بس انت عندك بعض المخاوف تجاه العائلة او على العائلة، مخاوف صحية، مخاوف لها علاقة بان انت متوتر في شيء انت بتبدأه لأول مرة، او بتجرب فكرة معينة، او بتجرب شيء معين، او ممكن يكون عندك سفر، عندك حركة انتقالية، والحركة الانتقالية دي عاملة لك قلق، القلق ده بالنسبة لك هو موجود في فترة يوم 6 و7 و8 اللي هي فترة زي ما قلت لكم القمر موجود في برج الجوزاء. فعندك حاول ان انت تحسبها صح وتستغل الايام اللي هي 3 و4 و5 في ان انت تتقدم اكتر، في ان انت تخلص كل حاجه مقلقه او مزعجه او متوتره حتى ليك في خلال الاسبوع ده، فهم في الايام بتاعتك المميزه. لو عملت ده هتكون يعني شاطر جدا. يعني برج الجدي بحبكم كتير 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 فعلا، تستاهلوا كل خير يا برج الجدي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.